اما زوينه وصعيبه او ميم طون، لان فيها واحد المسؤوليه كبيره. عندك اصوات زوينه، فكاين دائما تخوف انك تقدر تظلم موهبه من المواهب اللي كي بين المشاركين. صراحه اول تجربه عندي وعجبتني بزاف، لان كاين واحد الجو كنعيشو انا وباقي لجنه التحكيم، الزملاء ديالي في لجنه التحكيم، جو من المرح والضحك وليموسيون، كل شيء الحمد لله زوين. يعني صراحه كل شيء الوسائل ديال الراحه وديال المتعه كاينين في هذا البرنامج. اغلب الاحيان كنكونوا متفقين على بعض الامور اللي هي موسيقيا، يعني مسائل السمع، اخطاء، او كيكون متفق عليها. من بعد كيبقى الاختلاف فقط في الاذواق. يمكن اصوات انا اللي كنشوفها انايا كتعجبني، يمكن الصوت ديالو ما كيطربش الفنان اللي او عضو من اعضاء لجنه التحكيم. يعني هذا شيء طبيعي، ضروري يكون الاختلاف، وكل واحد كيعطي الراي ديالو وكيعطي السبب علاش اختار او علاش ما اختارش واحد من المشاركين. انا بالنسبه لي الفنان ماشي هو الصوت بوحدو، كاين الكاريزما، كاين الحضور فوق في ستيج، كاين التعامل كيفاش كيتعامل. خاصو يكون ستار في كل التعامل ديالو، في اللبس ديالو، في الحركات ديالو، في الاستجوبه ديالو. فانا كنشوف دائما هذا الجانب هذا. بطبيعه الحال كيكون اصوات ويكون يغني جوست، يقدر يوقع في بعض الاخطاء، هذا شيء طبيعي. من حتى كبار الفنانين في اللايف مين كيغنيو كيوقعوا، كيقعد عندهم بروبليم ديال تونينغ، يقدر يكون عندهم بروبليم ديال هادشي عادي، لو ستريس، الجمهور، كونسنتراسيون، ماشي بحال الاستوديو. يعني حنا كنتفهموا هذا الجانب هذا. بالنسبه للمعيار ديالي، بالنسبه ليا كاين الصوت ولكن الكاريزما ضروره، لان ستار دابا ستار ولا حنا كنشوفوا بزاف الفنانين اللي ناجحين وعندهم نجاحات اصواتهم بسيطه، ولكن تلقاه تبارك الله عنده جمهور اوسع. هو بدايتنا كانت شويه مختلفه، لان ما كانوش عندنا برامج بحال هادو، ما كانش عندنا هاد الفرصه انك تغني حدا لجنه تحكيم كبيره، كذلك حدا جمهور او حدا مشاهدين اللي كيشوفوك. يعني كانت الا تعطات لك فرصه ودوزت في التلفازه هذاك هو نجاح في حد ذاته. الان هي سهله وصعبه في نفس الوقت. سهله لان كل وسائل موفرة عندهم تبارك الله، فرقة موسيقية من ألمع الموسيقيين المغاربة ديالنا. كذلك عندنا دي كوتش تبارك الله في المستوى، عمل ضخم بحال هذا. أصلا المرور فيه أو الوصول للنهائي أو نصف النهائي، فهذا بحد ذاته نجاح. تاني حاجة على الصعيبة، لأن كاين الأصوات بزاف زوينة الان، الشباب ولو كيبدعوا، الان النمط الموسيقيه تبدلات، الاذن الموسيقيه تبدلات. ما بقيناش نشوفوا دائما داك اللي يجي يشارك في مسابقه خصو يغني لنا الكلاسيكي ويغني لنا الطربي والشرقي. لا، اليوم اللي نشوفوا حضور الاغنيه المغربيه والاغنيه الشبابيه خصوصا.